يعطيكم العافية. اليوم حلقة جديدة، رح نحكي شوي عن ايتم جديد صار بالسوق. هو ايتم بينعمل من ثيرد بارتي، هي شركة كرافورد هاندلر. رح نحكي اكثر على الكي ان اس بي ار اس 3 اللي هي هيدا الايتم مثل ما شايفينه، هيدا بيركب على اف اكس امباكت. شو أهمية هيدا الايتم وليش عم بحكي عنه اليوم؟ انا عملت الاكسبيرينس تبعي من كم يوم البنشرس، مثل ما شايفين يعني اذا بدكم نسميه كعب، هو بيتحرك فينا هنا بهي الطريقة، بنكون عم نبعد الكعب عن كتفنا وبنفس الوقت فينا نقربها. هيدي ادجستبل. اهم شيء البارت اللي فيها هو اذا مثل ما شايفين من هون لهيدا البارت، عنا الالومنيوم اللي بتجي تحت ستريت جالسة، يعني محتاجه لما تكون عم تقوس بنش رست رح يكون عندك البارودة جالسة كليا مع البوينت اوف امباكت. بنفس الوقت اهم شيء انه لما تكون عم تطلع من تارجت لتارجت فيك بكل سهولة ترجع فيها شوي شوي. هيدا هي شيء لقيته كثير مهم، خصوصا اذا عم تقوسوا كاليبرز عالية بالكمبيوتيشن. لما يكون البارودة فيها باور كثير انت رح يصير عندك ريكويل ورا بهذه الطريقه. هيدا الريكويل لما تكون حاطط كتفك على الكعب وبنفس الوقت مثل ما شايفين لانها ستريت ولانها بتزحط لورا او بتزحط لقدام بهذا الشكل، انت ما بيتغير بوينت اوف امباكت طبعا. هيدي الكومبينيشن اذا بتجمعها مع التي ار اس من شركه سايبر تاكتيكال رح تعطي ستابيليتي اكثر للامباكت، خصوصا الناس عم بتقوس بنشرس بدهم بأي مرحلة ما يتغير point of impact تبعهم، خصوصا لما تكون عم بتقوس من أول target على تاني target على تالت target. usually أكثر مشاكل كنا نواجهها هي بالهاندلينج، إنه الشوتر بس يكون بده يعلي بارودته عم ينجبر يغير قاعدته كلها سوا، بهذه الطريقة ما بقى تغير قاعدتك، بقيت نفس الشيء. هيدا الحلو فيها الستيك اللي بتطلع من الـ KLS PRS 3، إنه الستيك بتجي الومنيوم كتير ناعم ولايت ويت، بنفس الوقت ما بتاثر ابدا على الهاندلنج تبع البارودي. يمكن لاحظتوا انه البروفايل تبعها للكي ال اس واطي شوي، ولكن بنفس الطريقه بهيدي الطريقه بتقدر انت تكون عم تكبس بارودتك على كتفك. لارجع للتي ار اس، شو اهميه التي ار اس مع الكرافت هاندلت؟ الاهميه انه انت عم تزيد ستابيليتي قدام، عم تزيد تقل للباروده، الكلامب يلي هو لاقط على شراود الباروده عم بيثبتها مزبوط. وبتصور هيدي احسن كومبينيشن للناس اللي عم بتقوس عيار 635.30 بالخمسه ونص، الريكويل اخف. بتصور اي سيستم عم نستعمله، اكان الاوريجينال اللي بيجي بال اكس فاكتوري سيتنجز او اكان سايبر تاكتيكال، نو بروبلم. بس وين يو ار يوزينج غانز بالهاي باور، انا كثير حبيت هذه الكومبينيشن. هودي الكي ال اس بي ار اس بتجي بكذا لون، مثلا هون معي الريد، في بعد منها جولد وفي منها كلاسيك بلاك. انفورشنلي ما فيك تاخذها بس الكعب لحاله، مجبور تاخذ الكعب مع الستيك، بيجوا قطعه وحده لانه هن بيشتغلوا مع بعضهم. سو ما فينا نعمل كومبينيشن انه نخلي الاوريجينال والستيك لحال او نحط برودكت من سايبر تاكتيكال مع الستيك، لا مجبورين فيها قطعة مثل ما هي. انا هاي البارودة مثل ما شايفين معدلة للإمباكت، انا مكبر عنينة 700 سي سي لحتى اعطي شوت كاونت اكثر، وكمان بتعطيك شوية وزن. كل هول الايتمز موجودين عند عاصف الماركتينج، فيكم تطلبوهم باي وقت. لهون بتصور هلا رح صار وقت نطلع على الرينج ونشوف كيف كانت الاكسبيرينس. رح فرجيكم ورقه كثير حلوه، كان سكوري المفروض لو الهواء ما يقدر هو كان المفروض اعمل ريكورد، بس ات واز اراوند 131. يلا احضروا انجوي.
ايه عالم هون عم تعطي يمين. هلا هذا اللي عم بيصير هون. انا معي خمسة. ويلكم تو شتورة. يلا جايز كملوا الورقة كملوا الورقة يلا. مفكرك. يلا روح. انا مش على العالم.